وجاءوا أباهم. أخونا يسأل، هل معنى ما سبق أن القاتل ليس له توبة؟ الجواب: ليس معنى هذا أن القاتل ليس له توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا وفي الحديث: عبدي لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لكن هذا لا يقال لشخص يريد أن يقدم على القتل، يعني يأتي أحدهم ويسأل: يا شيخ القاتل له توبة؟ ها هيني رايح. شو وقتية نقول له وين رايح؟ عنو توبة هاي؟ يعني نخوفه حتى لا يرتكب الجريمة. لكن متى يقال لك توبة؟ إذا وصلنا الخبر والآن ندمان. أما قبل القتل ما منشجعه ونقول له ما في مشكلة توكل على الله روح اقتل اللي بدك إياه والتوبة إيش؟ لا. وهذا معنى كلام ابن عباس عندما جاء أحدهم وقال إني قاتل فهل لي من توبة؟ قال لا توبة لك. إني قاتل يعني إني رايح أقتل. أما ما عدا عن ذلك فإن الله يغفر الذنوب جميعاً.